السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. خلينا نتكلم عن ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون 2022 بعد انتهاء الجولة الأولى من البطولة اليوم الأربعاء 12 واحد أو 12 يناير 2022. هنتكلم بإذن الله تعالى عن نتائج مباريات الجولة كاملة. مبدئيا الجولة بدأت يوم الأحد 9/1/2022 بداية الجولة. الكاميرون فازت على بوركينا فاسو 2-1 من تمارين الكرام، واثيوبيا خسرت من الرأس الأخضر 0-1. يوم الاثنين 10/1/2022 السنغال فازت على زيمبابوي 1-0، وغينيا فازت على مالاوي 1-0، المغرب فازت على غانا 1-0، وجزر القمر خسرت من الجابون 0-1. أما أمس الثلاثاء 11/1 الجزائر تعادلت أمام سيراليون 0-0، نيجيريا فازت على مصر 1-0، والسودان تعادلت أمام غينيا بيساو 0-0. اما اليوم الاربعاء 12/1/2022 طبعا في كارثه حصلت في مباراه تونس، اكيد كلكم تابعتوا يعني ممدوح نصر الله والرزيع وكل الناس، فعرفتوا ان المباراه خلصت في الدقيقه 89، حصلت شويه مشاكل يعني هنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. المهم اتحسمت النهايه 1-0 المالي لحد ما نشوف تونس هتعمل ايه. واحرز هدف مالي ابراهيم كوني من ضربه جزاء في الدقيقه 48. ومباراه موريتانيا ما تعزفش النشيد ولكن المباراه اتلعبت، وجامبيا فازت على موريتانيا 1-0، احرز الهدف قبل جالو في الدقيقه 10. اما مباراه غينيا الاستوائيه وساحل العاجي حتى الان شغاله، ولكن ساحل العاجي فايزه 1-0 واحرز الهدف ماكس جاردل في الدقيقه 5. ولو في تجديد اكتب لك في التعليقات. متابعين الكرام خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات ترتيب الهدافين. متابعين الكرام متصدر المجموعه الاولى في المركز الاول الكاميرون بثلاث نقاط، الراس الاخضر المركز الثاني بثلاث نقاط، بوركينا فاسو المركز الثالث بدون نقاط، واثيوبيا المركز الرابع والاخير بدون نقاط. المجموعه بي متابعين الكرام المجموعه الثانيه غينيا في المركز الاول بثلاث نقاط، السنغال المركز الاول مكرر بثلاث نقاط، زيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط، وملاوي المركز الثالث مكرر بدون نقاط. المجموعه سي المجموعه الثالثه المغرب متصدر بثلاث نقاط، الجابون في المركز الاول مكرر بثلاث نقاط، غانا في المركز الثالث بدون نقاط، وجزر القمر المركز الثالث مكرر ايضا بدون نقاط. المجموعه دي المجموعه الرابعه نيجيريا متصدره بثلاث نقاط، السودان المركز الثاني بنقطه، غينيا بيساو المركز الثاني ايضا بنقطه، ومنتخب مصر المركز الرابع والاخير بدون نقاط. والمجموعه اي الخامسه ساحل العاج حتى الان فايزه في المركز الاول بثلاث نقاط، الجزائر في المركز الثاني بنقطه، سيراليون المركز الثاني ايضا بنقطه، وغينيا الاستوائيه المركز الرابع والاخير بدون نقاط. المجموعه اف المجموعه السادسه غامبيا في المركز الاول بثلاث نقاط، مالي المركز الاول مكرر بثلاث نقاط، تونس المركز الثالث بدون نقاط، وموريتانيا المركز الثالث مكرر بدون نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. اللاعب فينسنت ابو بكر لاعب الكاميرون في المركز الاول بهدفين، المركز الثاني جيلو تافريز لاعب الرأس الأخضر بهدف، وهيناتشو لاعب نيجيريا، وماكس جارد لاعب ساحل العاج، وسفيان بوفال لاعب المغرب، كل دول بهدف واحد، وساديو مانيك كذلك لاعب السنغال، وأرون بوبينزا لاعب الجابون، وأبلي جالو لاعب غامبيا، وإبراهيم كولين لاعب مالي، وإسياغا لاعب غينيا، وسانجاري لاعب بوركينا فاسو. بالنسبة لترتيب صناع الأهداف متصدر صناعة الأهداف بيرتراند تراوري لاعب بوركينا فاسو، وصنع هدف في نفسه ايضا يعني صنع هدف ايضا غاري رودريغيز لاعب الرأس الاخضر، وجو اربيو لاعب نيجيريا، وموسى بورو لاعب غامبيا، وخوسي كانتي لاعب غينيا، ولويس اميكا لاعب الجابون. مباراه غينيا الاستوائيه وساحل العاج خلصت 1-0 لساحل العاج. انا معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.